تمام. اختي جت قالت لي اخوك مش موجود او كده، رحنا عملنا محضر، راحوا عملوا محضر في القسم، هو راح معاهم. راح معاهم يعني هو هو كمان راح وعنده وعنده ثبات انفعالي غريب جدا، يعني عنده ثبات انفعالي يعني وانتوا ما شكتوش فيه طبعا وقتها، انتوا ما شكتوش فيه؟ لا ده احنا مطمنينه على كل حاجه، احنا ده صديق طفوله بقاله معانا 30 40 سنه. هو خان الامانه، ربنا ينتقم منه. حضرتك بعدها بيومين ثلاثه جات لي رساله انه على لسان اخويا يعني من تليفون غريب، انه انا اتمسكت في مش عارف في الشارع بفلوس وبتاع وايه، رحت مقر امني او حاجه زي كده. عايزين يعني يتهموا ان هو اختفى اختفاء قسري من اللي بيقولوا عليه ده. ايوه بالظبط كده يا فندم، احنا كنا متخيلين كده، وبحثنا في كل المقر الأمنية وحتى الأمن الوطني بالاسم وكده وفي جميع السجون وما لقيتوش وأقسام البوليس، ما لقيناش. فضلنا في القصة دي حوالي سنتين.